السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى إن شاء الله تكونوا جميعا بخير وبصحة وبسعادة. إن شاء الله يا جماعة في الفيديو ده هنعمل جالب من الفايبر جلاس على القطعة دي، بس قبل ما نبدأ نكمل بقية الفيديو أنا حاببكم تسمعوا بس الكلمتين دول اللي أنا بقولهم أثناء العمل. الكلمتين اللي أنا هقولهم دول يا جماعة هم أهم في الفيديو، لأن إحنا موضوع الجوالب دي يعني أي حد ممكن يعمل جالب بسهولة وتمام، لكن اللي هقوله ده ممكن يعدي على اي حد زي ما هو حتى معدي على الصنايعي المحترم اللي يبني القطعه دي. ان اهم حاجه عشان تعمل جالب من فايبر جلاس يا جماعه هي السلبات اللي في الشغل، يعني الشغل لو مش مسلوب الجالب مش هيطلع، يعني حاجه بديهيه مش هيطلع. فطبعا القطعه دي شكلها حلو تمام، وانا قلت له دهنها الاول قبل ما نشتغل عليها، بس يا ريتني ما كنت قلت له كده، يعني يا ريته كان جابها لي خشب وكنت انا معجنتها وظبطتها ودهنتها انا بنفسي، كنا هنوفر على نفسنا كل التعب ده. لكن في بعض المشاكل زي ما انتم شايفين حاجات مش من السهل انها تطلع ابدا من الجانب، يعني حاجات هتعلق في الجانب بكل تاكيد، يعني ما فيش كلام. يعني فانا ما عنديش حل يا جماعه غير اني احاول قدر الامكان اني اسلب القطعه دي كلها باستخدام المعجون. هجيب يا جماعة معجون الجدران العادي اللي احنا بنمعجن بيه الخشب والحاجات ديت، بس المعجون ده يا جماعة كان المفروض طبعا يتحط قبل ما القطعة تدهن، فهو مش هيمسك، ولكن انا يعني مش فارقة معايا القطعة مش هتقعد، يعني بعد ما يطلع الجالب ان شاء الله حتى تدبر مش مشكلة يعني. فانا هبدأ باستخدام المعجون ده يا جماعة في ان انا انجي كل حاجة في القطعة. طبعا هبدأ يا جماعة باستخدام المعجون ان انا اقفل كل الفراغات اللي في القطعة، انا بسميها فراغات يعني لانها ما بين قطعة الزهرة اللي ملزوجة في الشغل ديت وما بين الارضية بتاعت الشكل. وزي ما انتم شايفين من قريب كده يا جماعة، طول ما انا بحط المعجون والمعجون بيعبي تحت الحتة كده، ده معناه ان في فراغ تحتها. الفراغ ده يا جماعة ممكن يكون ضئيل، يعني مش فراغ يعني فراغ كبير، يعني لو ملي ولا 2 ملي مش هيطلع من الجالب، او بمعنى اصح القطعة ما تطلعش من الجالب. طبعا انا يا جماعة كنت حابب بشكل كبير انكم تسمعوا الكلمتين اللي انا كنت بقولهم اثناء ما كانت القطعة تحت ايدي بالفعل، يعني ما كنتش بقولهم وانا بعمل مونتاج للفيديو زي ما انا بعمل دلوقتي حالا، لا انا كنت بقول الحاجات ديت اثناء ما كانت القطعه تحت ايدي وقبل ما اشتغل فيها. اللي عايز اقوله يا جماعه ان انا ما اتفاجئتش بالمشاكل اللي حصلت بعد كده، وحبيت اسمعكم الكلام ده بالفعل في وقته الحقيقي عشان ما حدش من زمايلنا الصناعيه يقول مثلا انت لو كنت عملت، او انت لو كنت خدت الاتجاه الفلاني، او انت لو كنت غيرت الطريقه الفلانيه، مع احترامي لكل زمايلنا يعني. طبعا انا هقفل القطعه كلها يا جماعه بنفس الفكرة، للأسف يعني مش هنجيها بقى، لا هي كلها هتتعمل بنفس الطريقة لأنها كلها بالفعل مش مسلوبة يعني. وزي ما انتم شايفين يعني كل القطعة اتعملت بالمعجون، أكدت تماما قدر الإمكان يعني. وبعد كده هبدأ في المرحلة الأصعب، وهي إن أنا أصنفر المعجون ده، لأن المعجون ده طبعا بعمله بإيدي فبيكون فيه خشونة غير بقية سطح القطعة. وبصراحة صنفرة أماكن زي كده بيكون صعب بشكل كبير، يعني الأماكن اللي مش مسطحة أو مش مستوية، الأماكن اللي فيها زوايا ضيقة دي مثلا وحاجات تفاصيل دقيقة دي بتكون متعبة بشكل كبير جدا في الشغل، ولكن الله غالب يعني. هو أحيانا بتتحط أنت في موقف من المواقف أو بيطلب منك شغل معين، لازم بتفكر أو بتتعب لغاية ما تلاقي حل انك تحل مشكلته. القطعة زي ما انتم شايفين بعد ما قفلت كل الفراغات اللي فيها وصنفرتها بشكل كويس جدا على قدر استطعت يعني بصراحة، وبأمانة تعبت فيها جدا جدا، ولكن برضو ما زلت عندي اماكن كده عندي شك فيها، زي المكان اللي انا كنت اشاور عليه ده، مكان مكفول مفروض يكون مسلوب للأعلى عشان يطلع يعني. لكن خلاص يعني هنبدأ في عمل الجالب، وإن شاء الله يعني ربنا ما يضيعش تعبنا، وإن شاء الله يعني نطلع بأحسن حل للجالب يعني. هنبدأ عشان نعمل الجالب يا جماعة إن إحنا نحجز الشكل. دي قطع من الجبس أنا عاملها، طبعا لو عندك قطع من الخشب برضو هتنفع. هنبدأ نجفل بيها
الشكل من كل الاتجاهات. بنبدأ نثبت القطعة كده مؤقتا طبعا، لكن احنا في الآخر بنثبتها باستخدام رباطات الجبس. بنحط القطعة الأولى وبعدين قطعة يمين وقطعة شمال وقطعة من الأمام، وبعدين بنثبت القطعة كلها بالجبس يا جماعة، ونقفل كويس جدا الفراغات اللي ما بين قطع الجبس اللي احنا ركبناها من كل الاتجاهات. والحتة اللي من الأمام دي يا جماعة لو تاخدوا بالكم هي تقريبا زاوية 90 كده يعني، فدي عمرها ما تطلع من الجالب، فعشان تطلع لازم أسلبها كويس زي ما انتوا شفتوا كده. سلبتها برضو، زودت لها تقريبا نص سنتي، وهبدأ بعد كده في عزل الشكل. استخدمت للعزل يا جماعة عزل اللي هو الفازلين وورنيش الأحذية، وأنا النوعين دول من العزل بستخدمهم دايما، مش هقول لك إن هما سبب يعني في المشاكل اللي حصلت ولا حاجة، يمكن كانت القطعة محتاجة عزل أقوى من كده، لكن مش هو ده السبب اللي خلى القطعة تعلق يعني أكيد، لأن زي ما بقولكم من البداية القطعة فيها مشاكل. ولكن أنا عزلت باستخدام الفازلين والورنيش مرة واتنين وتلاتة لغاية ما اتأكدت تماما القطعة يعني بقت معزولة كويس، وسبت العزل ينشف عليها شوية كمان يعني لمدة يوم، وبعدين بدأت أشتغل في عمل الجالب. المادة اللي أنا بدهنها دي يا جماعة للناس يعني اللي بتشوفنا لأول مرة أو ما بتشتغلش في المجال، دي مادة البوليستر اللي احنا بنعمل منها جوالب الفايبر جلاس. باخد يعني العبوة اللي في إيدي ديت، حطيت نصها من مادة البوليستر وحطيت عليها نقطة واحدة من الكوبالت، لأن الجو عندنا حر جدا جدا، درجة الحرارة يعني معدية 45، فحطيت يا دوب نقطة كوبالت واحدة وقلبت كويس، وبعدين حطيت لون، اللون ده لون لاكيه أحمر من العلبة طبعا بتاعته، معلوش أي إضافات، وقلبت كويس. وبعد كده بدأت أضيف سبداج أو كربونات كالسيوم على الكمية دي لغاية ما وصلت الكمية إنها تكون ملو العبوة. طبعا أنا مش هقدر أقول لك تحط كام من الكربونات الكالسيوم أو السبداج على البوليستر، لأن كل جالب أنت بتعمله أو كل شكل أنت بتعمله ممكن يكون محتاج درجة من السيولة مختلفة عن الجالب التاني يعني. فإحنا بنحط كميات من السبداج على البوليستر ونقلب لغاية ما بنوصل لقوام، القوام ده يكون مثلا بالنسبة لنا مرضي حسب شكل الجالب. بعد أول طبقة ما نشفت يا جماعة طبعا يعني بعد ساعة مثلا واتأكدت تماما إنها نشفت، هبدأ أعمل طبقة تانية بنفس الخامة ونفس المقادير عشان أتأكد في المرة التانية دي إن أنا بغطي الشكل بالكامل وما عنديش أي مكان مثلا الطبقة الأولى دي تكون رقيقة فيه ولا حاجة، عشان ما يتعبنيش بعد كده لما أحط طبقات الفايبر جلاس. طبعا يا جماعة أنت لو محتاج في جالب زي كده تحط طبقتين من البوليستر والسبداج زي ما احنا بنعمل كده، او ممكن تكون محتاج 3 طبقات، او ممكن تكون محتاج طبقة واحدة بس حسب كل جالب وظروفه. طبعا اهم حاجة ان احنا بنوزع كويس جدا ونتأكد ان كل الاماكن وصل لها البوليستر عشان نضمن انها بعد كده ما تعملش معانا هوا. بعد كده المرحلة التانية بنبدأ في فرد قطع الصوف او الالياف الزجاجيه او الفايبر جلاس او الشعر، يعني زي ما اي حد بقى كل واحد بيسمي بالاسماء اللي حابب يسمي بيها يعني. بنغطي القطعه كلها بالكامل، طبعا القطعه عدله وما فيهاش تفاصيل يعني عاليه واطيه كتير، فانت لو عندك قطعه من الصوف تقدر تغطي بيها قطعه واحده بالكامل مره واحده مش هيكون في اي مشكله يعني. بنبدا نغطي باستخدام البوليستر، نغطي كل قطع الصوف اللي احنا عملناها ديت، وطبعا البوليستر اللي احنا بنستخدمه في الحالة دي ما عليهوش كربونات كالسيوم، يعني بوليستر عليه كوبالت وعليه المصلب واللون فقط لا غير، يعني بنفس القوام او السيولة اللي بنشتري بيها البوليستر، وده عشان خاطر الصوف او الالياف يعني تشرب مادة البوليستر كويس جدا. طبعا يا جماعة اللي أنا عملته ده أو الخطوة اللي أنا عملتها ديت من وضع الألياف كررتها 4 مرات، يعني حطيت 4 طبقات من الألياف
وده لان الجانب ضخم وكبير زي ما انتم شايفين، وطبعا حطيت الياف الجوانب على اليمين وعلى الشمال وعلى الاطراف، يعني غطيت الجانب بالكامل بالصوف كويس جدا. وبعد كده بجيب 4 قطع من المواسير الحديد بمكسات مناسبة، طبعا انا بقطعها بالاطوال المناسبة لحجم الجانب، وهبدأ احطها بالشكل اللي انتم شايفينه ده، ودي عشان تكون دعامات يعني، او تدي قوة وصلابة للجانب بشكل اكبر، لان الجانب كبير طبعا، والقطعة اللي هتتصب فيها هيكون وزنها مش قليل، بالاضافة ان هي هتتصب كمان جي ار سي، يعني هتكون وزنها تقيل. وحتى لو هتصب بجبس يعني برضو من الافضل انك انت تأمن جوانب الفايبر جلاس بقطع من المواسير، عشان تخليها مثلا برضو بنسميها احنا ما تتلفحش او ما تنحنيش او ما تتقوصش يعني. فالمواسير الحديد مهمة في كل الأحوال. طبعا بغطي المواسير دي أو بثبتها يعني بقطع من الفايبر جلاس من الصوف، طبقتين أو 3 حسب ما أنت عايز، عشان تضمن إنها تكون هي والجالب قطعة واحدة. وبعد كده حسن بالله، وهبدأ في المرحلة الأصعب في الفيديو يا جماعة، وهي مرحلة صب فك الجالب. اتمنى لو كنت وصلت لغاية الجزء ده من الفيديو تلحق تعمل لي اعجاب، لانك انت ممكن باقي الفيديو يخليك ما تعملش الاعجاب يعني. فاتمنى ان شاء الله تعمل الاعجاب قبل ما تشوف المشاكل اللي هتحصل او العيوب اللي ظهرت معانا. وان شاء الله لو انت مش مشترك في القناة، يا ريت تسعدنا باشتراكك في القناة ان شاء الله. وخلي بالكم من حاجة مهمة يا جماعة، احنا بنتعلم من اخطائنا اكتر ما بنتعلم من الحاجة بتطلع معانا بسهولة، او اكتر من بنتعلم من الحاجة السهلة يعني. كل ما تكون الحاجة صعبة وفيها مشاكل، كل ما بيكون الدرس المستفاد منها أكبر. طبعا يا جماعة أنا مسرع الفيديو أثناء حل القطعة، ولكن أنا خدت وقت كبير جدا ومجهود كبير جدا عشان القطعة دي تطلع من الجانب، وأنا بصراحة كنت متأكد إن القطعة مش هتطلع سليمة يعني، ولكن كنت بحاول في الأول. ولما حسيت إن خلاص يعني توقعي اللي أنا كنت متوقعه صحيح، بدأت أكسر الحتة. انا عارف ان القطعه مش هتطلع من الجالب غير متكسره يعني، فبدات اكسر الحته زي ما انتم شايفين عشان اقدر يعني اطلع الجالب سليم. يعني الكلمه الاشهر عندنا في مصر يمكن افيه كده بيتقال دايما، ان احنا بنضحي بالجنين عشان تعيش الام. احنا هنا بنعمل كده فعلا، انا خلاص عندي الجالب عملته، فانا مش مهم القطعه اللي في الجالب تطلع متدمره. وانا متهيألي لو انتوا فاكرين انا قلت الكلمة دي في بداية الفيديو قبل ما اشتغل على الجالب تمام، قلت حتى لو القطعة تطلع متدمرة انا مش فارقة معايا، فانا عارف او عندي احساس كبير 90% ان القطعة مش هتطلع سليمة. لكن بصراحة مش هي دي المشكلة الاكبر، لان المشكلة الاكبر ان احنا لما نصب في الجالب القطعة اللي بنصبها ما تطلعش، او تطلع بنفس الصعوبة اللي احنا بنعمل اللي شفتوها انتوا دي واحنا بنطلع النموذج يعني. لكن انا عشان خاطر اضمن ان شاء الله ان القطعه تطلع سليمه، لازم ارجع انظف الجالب بشكل كويس جدا، واشيل كل الحاجات اللي لزجت فيه دي، حتى الالوان او اللون اللي كانت مدهونه بيه قطعه الخشب. انا معرفش ليه اندمج مع البوليستر كده، مع ان انا كنت حاطط كوبالت ومصلب قليل. مش هقول لك ان يعني ان شده البوليستر هي اللي خلت اللون يطلع، لكن مش عارف يعني، في بعض حاجات كده بتحصل معانا ما بنبقاش عارفين ايه اسبابها، يعني ايه السبب اللي خلى الحته تعمل كده يعني. طبعا يا جماعه زي ما انا قلت لكم بالظبط كده، عشان اكون ضامن ان القطعه ديت الصب يكون سهل عليها والقطعه تطلع منها بسهوله بدون مشاكل، لازم انظف القطعه بشكل كبير. هشيل طبعا كل الحاجات اللي لازقه فيها ديت، اذا كان الدهان او قطع من الخشب، وبعدين ارجع اصنفرها كويس جدا باستخدام الصنفرة، وأدور على أي مكان في القطعة شاكك إن هو بيعلق في الجالب. وبعدين إن شاء الله هخلي زميلنا المحترم اللي هو طالب الجالب ده يعني يصب عليها ويجربها قبل ما أبدأ في عمل القطعة التانية، لأن إحنا عندنا قطعة نفس الشكل ولكنها عدلة مش دائرية، يعني اللي هما بيكملوا بعض، عشان دول بيركبوا على أرج كبير يعني، أرج يعني عرضه 6 متر. فأنا قبل ما أجازف بالحتة التانية برضو عايز أتأكد من الحتة ديت، هل إن شاء الله هتطلع سليمة ولا لأ. زي ما انتم شايفين بعد ما صنفرتها تماما، أنا اللي بدهنه ده يا جماعة شوية بنزين
عشان خاطر اشيل التراب بتاع الصنفرة ده، عشان خاطر انتوا تشوفوا الجالب بالشكل كويس، يعني تشوفوا اللون الحقيقي، لان الصنفرة اللي انا عاملها في الجالب دي مخليه الجالب زي ما انتوا شايفينه كده مجير. هو انا برضو طلبت من انطونيوس اللي هو صاحب القطعة ديت انه قبل ما يصب فيها برضو يرجع يصنفرها مرة واثنين وثلاثة واربعة قدر الامكان. يمكن اكون انا مليت مثلا او تعبت من الصنفرة فيها، ولكن طلبت منه ان هو كمان يأكد ورايا مرة واثنين وثلاثة لغاية ما نضمن انا وهو ان شاء الله ان لما يصب عليها جي ار سي القطعة هتطلع بسهولة ان شاء الله. يعني بفضل الله اولا ثم بفضل دعواتكم لينا، ربنا ما يضيعش تعبنا يعني اللي تعبناه ده، وان القطعة في الاخر تؤدي يعني المطلوب منها. وان شاء الله باذن الله يعني برضو مهم جدا تدعمونا باعجابكم واشتراككم في القناة لو مش مشتركين. وان شاء الله يا جماعة من هنا لغاية الفيديو القادم اهم حاجة ما تنسوش تدعو لنا بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.